غاندي بودياب فنان تشكيلي وشاعر وصاحب متحف كهف الفنون بقرية الجاهلية الشوف بجبل لبنان. كهف الفنون هو مؤلف من ثلاث أقبية من العقد، بيرجع تاريخ بنائهم لأكثر من 400 سنة، يعني للعهد العثماني. لكن بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية قررت أني حوله من ملجأ كنا نتخبى فيه أيام الحرب الأهلية لمعلم ثقافي، سياحي، تراثي، فني، بيئي. جمعت أول بداية المحراث، المحدلة، المورج، النير، البرك، الجرة الزيتون يلي كانوا بيت جدي يستعملوها دايماً، وأجرار الزيت والخوابي والبسط العتيقة يلي كنا نقعد عليهم أيام ما كانت ستة تحتضن هالعيلة كلها. بلشت طور كهف الفنون بهدف أني حوله لمكان للطلاب، للسواح من كافة الدول العربية والأجنبية. الهدف هو أنك أنت تخلق ثقافة بديلة عن العنف، عن الضجة. هون بدي أعرفكم على الجزء الأخير من كهف الفنون يلي هو جزء اللوحات التراث القروي اللبناني وتراث الدرزي. نوصل كمان لهون لمنحوتات من البرونز. هيدا العمل اسمه حيرة وطن، هيدا بيحكي عن رجل القرية، الفلاح المهموم، التعبان، المبسوط، القوي، الضعيف، يعني مثل حالة لبنان. اليوم كهف الفنون تسجل بثلاث وزارات رسمية: وزارة السياحة، وزارة الثقافة. تعمم رسمياً بهدف زيارته وصار من المواقع السياحية والمتاحف الفنية على صعيد لبنان والعالم العربي. الحلم كبير، أنا لهلق ما بعرف وين ممكن جرب أوصل، لكن الهدف الأول والأخير خلق مملكة ثقافية فنية فكرية بيئية ولو كانت على مساحة صغيرة بمحل ما أنا عايش.